لو بتعاني ان الباقة بتخلص عندك بسرعة هقولك في الفيديو بتاع النهاردة خطوات تحديد سرعة الانترنت من اعدادات الراوتر لجميع الشركات. انا هستخدم في شرح النهاردة راوتر من نوع هواوي HG531 واللي بتستخدمه معظم شركات الانترنت زي موبينيل فودافون اتصالات وي. في نقطة بس مهمة عاوز اقولك عليها قبل ما ابتدي الفيديو، ان جميع شركات الانترنت رفعت سرعات الباقات بتاعتهم الى 30 ميجا بايت، فبالتالي معدل الاستهلاك ارتفع بشكل تلقائي خاصة وانت بتتفرج على الفيديوهات، لانها بقت تشتغل على جودات عالية جدا بتوصل للفول اتش دي. تابع الفيديو للنهاية علشان تقدر تحدد سرعة الانترنت اللي هتخرج من الراوتر بتاعك، وكمان هنعمل تيست بعد ما نقلل السرعة ونقدر نتحكم في السرعة بتاعتنا. السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معكم محمد مجدي من قناتي قناة فروم زيرو. خلينا في الاول نروح بسرعة على التليفون بتاعنا ونبدأ ان احنا نختبر سرعة الانترنت اللي هي جيالي حاليا عن طريق الابليكيشن تيست سبيد. هبدأ اقول له ستارت، كده هو بيقيس لي سرعة الداونلود في الاول. طبعا سرعة الداونلود قال لي 35.9، طبعا السرعة كده يعني عالية جدا، فهتساعد ان الباقة تخلص بسرعة. والابلود قال لي انها 4.17 من 100، طبعا كده السرعة عالية جدا وهتخلص الباقة بكل سهولة. يعني هي كام فيديو تتفرج عليه هتلاقي الفيديوهات اشتغلت بكواليتي عالية وهتخلص الباقة بسهولة. طيب اعمل الاعدادات ازاي؟ هفتح في البداية اي براوزر زي جوجل كروم، وهطلع في الادرس فوق اكتب الاي بي الخاص بالراوتر بتاعي، هكتب 192.168.1.1. انت هتكتب دوت واحد في الاخر، انما انا هكتب دوت 55 علشان انا قالب الراوتر بتاعي لاكسس بوينت. لو حابب تعرف ازاي بتحول الراوتر بتاعك لاكسس بوينت هتلاقي الشرح في الايقونة الاي اللي ظهرت فوق قدامك. بعد كده هيطلب مني اليوزر نيم والباسورد، هكتب في اليوزر نيم ادمن والباسورد ادمن. اما لو الباسورد ما اشتغلش معاك باللي هو الستاندر ادمن، هتبدأ تشوف الباسورد الخاص بالراوتر بتاعك على ظهر الراوتر. بعد ما فتح اعدادات الراوتر هروح على بيزك من على الشمال، ومنها اختار حاجة اسمها دبليو لان، وبعد كده هتفتح لي الاختيارات اللي قدامك دي. هبدأ ان انا اشوف اول اختيار، لما ادوس على القائمة هنلاقيه هو مختار اخر اختيار. انا هختار الاختيار القبل الاخير اللي هو 802.11. بعد كده هنلاقي في اختيار اسمه الريت، دي السرعات اللي اقدر اتحكم فيها اللي تخرج من الراوتر بتاعي. انا على سبيل المثال هقول له خلي السرعة عندي تبقى 6 ميجا بايت. بعد كده اسيف الاختيارات اللي احنا اخترناها عن طريق ان انا ادوس سبمنت على اليمين من تحت. هبدأ دلوقتي ان انا اعمل اعادة تشغيل للراوتر بتاعي عشان يبدأ يطبق الاعدادات او التغييرات اللي احنا عملناها. هنتظر لحد لما الراوتر يرستر وارجع نعمل تيست عن طريق الموبايل من خلال الابليكيشن اللي احنا لسه عاملين التست على السرعة، وطلع السرعة عندي 35. كده خلاص هو راستر الراوتر معايا. هبدأ اروح على الموبايل، في البداية بس هتأكد ان انا على نفس الشبكة Orange DSL from zero، كده انا على نفس الشبكة. هبدأ اروح وافتح الابليكيشن تيست سبيد واجي اقول له ستارت، كده وهيحسب لي سرعة الداونلود بعد ما طبقنا الاعدادات في الراوتر.
طلع لي سرعة الداونلود 4.7 من 100. كده هيبدأ يحسب سرعة الابلود، طلع لي 13 من 100. طبعا السرعة متوسطة او مرضية الى حد ما، مقبولة. كده سرعة الانترنت هتبدأ انها ما تخلص لكش الباقة بشكل سريع زي ما انت متعود. حتى كمان هنبدأ ان احنا نجرب الكلام ده على الالعاب الاونلاين. الى حد ما لقيت سرعة الالعاب كانت مقبولة الى حد كبير. لو انت حابب تزود السرعة او تقلل عن كده حسب احتياجاتك وحسب الشغل اللي انت بتعمله على الانترنت الخاص بيك. وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى انك تنضم لأسرة فروم زيرو عن طريق انك تشترك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان ما يفوتكش اي فيديو جديد انا هنزله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.